الساعة يا جماعة 7:30 الصبح، رامي صحاني عشان نروح نلعب كورة. حاجة لاحظتها عن جو كاليفورنيا ان هو من الساعة 10 الصبح تقريبا لحد 7:30 بالليل اللي هو وقت المغرب الجو بيبقى بيرفكت، ولكن من 7:30 بالليل لحد الوقت اللي احنا فيه ده معرفش ليه بس بيبقى فيه قرصة برد غريبة جدا. فالكونتراست بين الصبح وبالليل ده في الجو لسه مش قادر اتعود عليه الصراحة. وفي ناس جاية من كل الجنسيات، يعني مغرب، مصر، امريكا، جزائر. هنلعب ماتش ودي غالبا 11 ضد 11 زي ما انتم شايفين هم بيعملوا سيت اب للجوان. هي الجوان هتبقى صغيره كده بس احسن من ما فيش. الصراحه بدايه لليوم جميله جدا. قول لي عايز تقول ايه عن الزمالك والاهلي؟ اقول ايه؟ اقول يعني اشرف عنده قلاب تعصب، عنده واحد صاحبه اسمه وائل زمانكاوي بقى ايه التعصب والتعصب. والله بص اهم حاجه ان ارجو ان الاهلاويه ما يزعلوش من جونش كده. ويا دي يا جماعه نتيجه الدش السخن ما بعد الكوره. مروان شكله خسر البطوله. الظاهر ان مروان خسر بطوله الفولي بول اللي كان فيها. مش كده؟ ايوه جدي معناها ايه؟ لا بيقول لك لعبنا 3 وكسبنا 1. بص يا جماعه دي عربيه الكتريك معموله لسائق واحد بس. So they're designed for obviously you just have the one seat, it's on a three wheel base. They're designed for commuting and doing it really affordably. Okay. You get 100 miles on a full charge and a full charge only costs about $1 if you charge it up. Oof. So you're spending $1 for every 100 miles you're driving. That's good. And how much does a car like this one cost? $18,500. That's pretty good, man. Yeah. عربيه fully electrical بتمشي قال قد ايه؟ 100 miles. 100 miles بدولار واحد. يعني العربيه دي بتمشي 100 مايل اللي هم تقريبا 200 كيلو يا جماعه على دولار واحد بس، يعني ب 12 جنيه تقريبا تقدروا تسوقوا 200 كيلو، متخيلين؟ حلوه عربيه صغيره يتراح بيها المدرسه، يتراح بيها مشاوير الصغننه. اوكي يا جماعه انا عارف ان انتوا بقالكم فتره عندكم مشكله مع الاوديو بتاعي، فانا غالبا هانفست واجيب اخيرا ميكروفون محترم. واخيرا بعد تقريبا 3-4 سنين من الفلوجينج جبت ميكروفون محترم. اوكي للاسف بعد ما فتحنا وعملنا طلع مش ان الميكروفون بايظ، اكشلي طلع ان البورت عندي في الكاميرا اللي هو بيخش فيه الميكروفون هو اللي بايظ. وللاسف راجعين تاني بيست باي لان الميكروفون ما اشتغلش. Okay, so you've had it for a while. الحمد لله ما فيش خسارة في الموضوع يا جماعة، الميكروفون رجع بسهولة جدا وطلع المشكلة فعلا في البورت بتاع الكاميرا، وقال لي ان غالبا هتاخد كام اسبوع عشان تتصلح، فانا الصراحة مش ناوي ان انا استغنى عن الكاميرا الفترة اللي جاية، فللأسف هنضطر ان احنا نكمل بالصوت اللي موجود ده اوريدي. هي مشكلته الوحيدة بس ان ساعات لما الهواء بيكون جامد جدا بيبقى الصوت حاجة سيئة قوي. خليني يا جماعه افرجكم يوم الاحد هنا في امريكا بيبقى شكله عامل ازاي، لان يوم الاحد هنا بالنسبه لهم زي ما تقولوا كده بيبقى يوم عائلي شويه، فالناس بتتجمع والصحاب بيتجمعوا، يعني مثلا الستات متجمعين في بيت، وهنا الرجاله العرب متجمعين في بيت، وفي جنسيات مختلفه جدا. فخليني بسرعه اخش اوريكم الاجواء. احنا دلوقتي في بيت هنا عربي في امريكا زي ما تشوفوا، ما شاء الله بيت جميل. خش بقى هتسمعوا عمرو دياب. اوه هو ده، عايز تعرفهم على اصحابك؟ يلا. انا محمد عبد الحميد ومن سان دييجو. لا قول لي من سان دييجو ايه؟ من درب شيكامبا. ايوه احمد من اسكندريه صح؟ من اسكندريه. احمد من محطه ترام. كامب جنب كامب الجزار. كامب معانا حسن من فلسطيني.
من سان دييغو كارلسباد. انا هي انا ما تقولش من سان دييغو، باين عليك جاي من من البلاد. فراف كانت مرسل من مصر اسكندريه. لا انت انت تقول من يو كي، من يو كي بالعنان الخضراء دي تقول يعني يو كي. يعني يعني هنسكيب ده عشان نسكيبه. هنسكيب اصل هو زملكاوي. فنسكيبه. شفت جونش كبالا؟ ملك الصراحه. القسم الكريم احمد دودار. دودار ولا دويدار؟ ابني دودار. ماشي ماشي عشان نسجلها. هو اصله مصري بس انا صراحه يعني فلسطيني، بس الاصل الاسم تركي ولا تركي. دودار يعني دو دار، دارين. دار العلم للملايين. صحيح. ودار الاداب. خلينا نلبس المايو عشان ننزل البسين. اوه مش عارف ليه بس حاسس ان انا في حمام في فينيس. مثلا رقم يجي اكملها 7.5 يبقى انت كسبت. لا طب لو جاب لي رقم اكتر من 7.5 انا هبتدي اتغيرها. ما ده جوكر ده ممكن يعمل 1-2 في حرب اهليه بتحصل هنا. اديله عشان يعوض. خلاص خلاص. وبعد فلوج طويل عريض، يوم الصراحه مليء بالاكشن، لفينا كتير ولعبنا كره كتير وعمنا كتير الصراحه متدمر، والمفروض ان انا هرجع البيت ومنتج الفلوج، فغالبا هضطر ان انا اسيبكم هنا النهارده يا جماعه. يا رب تكونوا متابعين الرحلات وان شاء الله اللي جاي اكتر واكتر. تيك كير يا جماعه and safe travels.